بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ فعاليات اليوم الثاني من رمضان من منبر مؤسسة مبادرة الباحثين السودانيين. حرية سلام وعدالة والوعي خيار الشعب. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. حرية سلام وعدالة مدنية خيار الشعب. أول محاضرتين إن شاء الله مع البروفيسور حسن بلة محمد الأمين. إحنا سعيدين جدا إنه يعني يكون معيتنا نتكلم عن الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي. والمحاضرة الثانية بعنوان كيف تلقي حديثا أو محاضرة ناجحة. بروفيسور حسن بلة محمد الأمين يعني قامة علمية رفيعة وعنده الكثير جدا من المنشورات، وهو حاليا مستشار لمجلس التخصصات الطبية يعني في أبناء وبنات بلده وأبنائه، وإن شاء الله نتكلمنا ونستمع له مصدقين إن شاء الله. تفضل يا برو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار. التحية والتجلة لكم أيها الشباب الثائر المنتفض. التحية لكم، وقد صار اسم السودان عاليا الآن. الناس في كل الأسافير وفي كل دول العالم يتحدثون بفخر عن ثورة السودان. حتى أمريكا الجنوبية الآن، حتى أمريكا الجنوبية الآن الناس يحاولون تقليد ثورة السودان. حتى لا أطيل عليكم، أنا أدخل إن شاء الله في الموضوع. أول شيء أنا أحب أن أشكر مبادرة الباحثين السودانيين، وهذه المؤسسة التي أسسها الشباب، وأخص بالذكر منهم الدكتور أنور ضفع الله الذي ترك عمله في قطر وجاء لأن الحصة وطن، جاء إلى هذا المكان لأن الحصة وطن. أشكره كثيرا على دعوته لي للتحدث إليكم في هذين الموضوعين الهامين جدا. أنتم تعلمون أن البحث العلمي أمر هام للغاية. كان السودان رائدا في البحث العلمي. كان في السبعينات لدينا وزارة كاملة مختصة بالبحث العلمي، ليست وزارة ملحقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا، كانت هنالك وزارة كاملة للبحث العلمي. أين نحن من السبعينات؟ البحث العلمي مهمل تماما في السودان، ولا أظني أحتاج دليل لأقول لكم أن البلاد المتطورة، البلاد المتقدمة، البلاد التي نمت نموا كبيرا كأوروبا الغربية وكأمريكا تعتمد على معاهد البحوث في الوصول إلى قرارات. يعني ما مسألة سياسيين يا إخواننا بأجندتهم الخاصة ولا بمزاجهم، في مؤسسات، والمؤسسات دي فيها معاهد بحثية. المعاهد دي مهمتها تعمل أبحاث عشان تنصح الحكومة أو تنصح الحزب أو. فالبحث العلمي إذن مهم جدا. ولا تقدم للسودان إلا بالبحث العلمي. الشيوخنا يقولوا عمل بلا علم ضلال، عمل بلا علم ضلال، وعلم بلا عمل وبال. عمل بلا علم ضلال، لأنه ما مبني على علم، ما مبني على أبحاث، ما مبني على دلائل وبراهين، ضلال ضلال. وعلم بلا عمل وبال على صاحبه. أنا عندي علم،
بدون عمل وبال عليه، وبال عليه كبير جدا. فيا إخوان، موضوع البحث العلمي مهم. نحن نحتاج لأبحاث في بلادنا خصوصا بعد الثورة، أبحاث تتصدى للأولويات. العملية ما عملية طق حنك، ما طق حنك، لا، العملية كل القرارات يجب أن تنبني على نتائج الأبحاث. لابد أن تكون هنالك أولويات. كيف نقرر الأولويات في السودان؟ نقررها بالأبحاث. طيب، بما أنه موضوعي الموضوع بأنه موضوعي الضوابط الأخلاقية للأبحاث، وهو موضوع متخصص جدا، لكن هحاول أبسط المسألة دي عشان تقدروا تتابعوني. نحن كمان نشجع الأبحاث، كما نشجع الأبحاث أيضا نشجع الالتزام بأخلاقيات البحوث، نشجع الالتزام بالضوابط الأخلاقية للبحوث. أنا عندي يعني حوالي 32 ضابط أخلاقي للبحوث، حمر عليها بسرعة إن شاء الله حتى نخش في المحاضرة الثانية. الضوابط دي تبتدي بالضابط الأول، أو قبل ما أتكلم عن الضوابط الحقيقة أحب أقول لكم أنه الناس في الغرب فكروا في أخلاقيات البحوث متى؟ بعد الحرب العالمية الثانية، والناس كانوا بيجروا البحوث على البشر وعملوا جرائم كبيرة جدا جدا، وحصلت اجتهادات. طبعا الأخلاق ليست حكرا على شعب معين ولا على دين معين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كان في أخلاق قبل الرسول وقبل الإسلام، والرسول جاء ليتمم هذه الأخلاق. والرسول قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فنحن بقدر ما يعني نشجع البحوث، نشجع الالتزام بضوابط البحوث. 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الجرائم النازية، أجروا تجارب على البشر، تجارب على البشر، يعني التجربة ممكن يموتوا فيها الناس وأجروها. فحصل اجتماع أممي في مدينة نورنبرغ سنة 1946، ووضعوا ضوابط للبحوث. بعدها تاني حصل اجتماع في هلسنكي، وآخر صيغة كان في اجتماع في جنوب أفريقيا في 1996، وأعتقد في تاني اجتماع أنا ما متأكد متى، لكن دي كلها كانت للضوابط البحوث. طيب، للأسف الشديد رغم أن الناس وضعوا ضوابط للبحوث، حتى في أمريكا البلد المتطور لم يتم الالتزام بهذه الضوابط. يا أخواننا، يجوا للمساجين في السجون المحكومين بأحكام طويلة، يجوهم يقول لهم والله نحن حنعمل عليكم تجارب، حنعمل عليكم شنو؟ تجارب، والتجارب دي قد تؤدي إلى الوفاة. نجرب عليكم أدوية، نجرب عليكم السموم، نجرب عليكم قد تؤدي إلى الوفاة. لكن إذا أنتوا قبلتوا تشاركوا فيها، نحن بنخفف عليكم الأحكام، بنخفف عليكم الأحكام. طبعا ده دي مسائل غير أخلاقية يا إخوان، صح؟ يعني مسجون أنت تبتزه بأنك تخفف له الحكم، لكن في نفس الوقت تعرضه للموت، هذا شيء غير أخلاقي. طيب، نحن كمسلمين عندنا برضو ضوابط للأبحاث. أول ضابط يا إخواننا للأبحاث دي، أول الضوابط أن الباحث، طبعا يا إخواننا البحث أنا بتكلم مش بحث في الطب، أنا أستاذ في الطب، لكن أنا ما بتكلم عن الأبحاث الطبية بس.
البلد دي محتاجة لأبحاث في جميع المجالات، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الطب، في الصحة، في أشياء كثيرة جدا جدا. كل الباحثين مطالبين كقاعدة أخلاقية أن يستشعروا مراقبة الله عز وجل. الباحث ده مش المبحوثين ولا الناس اللي ادوا القروش عشان يعمل البحث، لابد يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه. هذه واحدة، ده الضابط الأول. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني التعليم ذاته ربنا ربطه بالتقوى. اتقوا الله ويعلمكم الله. طيب الضابط الثاني، الضابط الثاني للبحث العلمي اختيار موضوعات البحث التي تنفع الناس. انت ما تختار لك موضوع بحث كده تنفع به نفسك او ما يكون فيه فايدة للناس بعدين. هذا مهم جدا في اخلاقيات المهنة، انك تختار موضوع النتائج حقتك تنفع الناس. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة من الضوابط الأخلاقية للبحوث أن يكون هدف البحث الحفاظ على كرامة الإنسان. يعني أي بحث بيمس كرامة الإنسان غير أخلاقي، أي بحث يمس كرامة الإنسان غير أخلاقي. ولقد كرمنا بني آدم، مش كده يا إخواننا؟ ولقد كرمنا بني آدم. نمرة أربعة، عندك بحث عايز تجريه على البشر، على الحيوان، على البيئة، بالذات الأبحاث التي تجرى على الإنسان والحيوان، لابد أنك تشرح الأهداف على الناس اللي أنت حتجري عليهم البحث. شرح الأهداف للناس اللي أنت حتجري عليهم البحث. نمرة خمسة، مراعاة الاختصاص في البحث العلمي. أنا طبيب، ما ممكن أمشي أعمل لي بحث علمي في حاجة برا الطب، مش كده؟ ما ممكن واحد في علم الاجتماع يجي يعمل بحث في الطب. فيبقى الضابط الأخلاقي الخامس هو مراعاة الاختصاص. نمرة ستة، الإنصاف والحياد. أنت عملت البحث لقيت نتائج، ما تقعد تلف وتدور تزيدها وتنقصها بالظن وبالهوى وبالتزوير، غير أخلاقية. سبعة، الأمانة. الأمانة في النتائج كما هي، لا تزيد لا تنقص. ثمانية، الحصول على الإذن بالبحث من المبحوثين والجهات. أنا عايز أعمل بحث عليكم الآن، لابد أخذ إذنكم يا أخوان، صح؟ بدون إذن لا، مش منكم أنتم بس، من إذا في جهة في البلد بتنظم البحوث أيضا لابد أخذ منها إذن عشان أنا أجري البحث. طيب تزعى، عدم البحث في الأمور المحرمة. أنا ما أشتغل لي بحث في أمر محرم يا أخوانا، صح؟ يتنافى مع ثقافة المجتمع. يعني مثلا أعمل لي بحث أشرب فيه ناس خمرة وغارنهم بناس ما شربتهم خمرة، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه ده شيء محرم. طيب أي بحث عشان يكون أخلاقي يجب أن تتبع فيه الأسس العلمية للبحث العلمي. البحث العلمي عنده طرق يا أخواننا، صح؟ عنده طرق، وسائل، أساليب. لازم الإنسان الباحث ده يلتزم بهذه الطرق وعشان تكون البحث أخلاقي. 12، أن تفوق فوائده أضراره المحتملة. أي بحث يا أخواننا قد يكون له أضرار، زي الدواء. أصل الأدوية دي مش عندها آثار جانبية؟ سمعت بالآثار الجانبية للأدوية؟ أيوة، سايد إفكتس. الأبحاث ممكن يكون عندها سايد إفكتس، ممكن يكون عندها أضرار. عشان كده أخلاقيا إذا أنت داير تجري بحث لازم الفوائد تكون أكثر من الأضرار. 13، أن يكون الباحث مؤهلاً. أنت ما عندك تأهيل
شهادة أو عندك تدريب على مهارات البحث وعايز تجري بحث نو no. هذه مسألة غير أخلاقية. عشان يكون البحث أخلاقي لابد من أن يكون الباحث مؤهلا لإجراء البحث. طيب 14 أن يلتزم في البحث بالأنظمة المنظمة لإجراء البحوث. كان عندنا في السبعينات يا أخواننا اللوائح وقوانين تنظم الأبحاث. هذه القوانين يجب أن تكون معروفة لدى الباحثين، يجب أن تكون معروفة لدى الباحثين ولابد أن يلتزموا بها، ما يخرجوا عنها. البلد سايبة للأسف، كانت يجي أي خواجة يعمل الشيء دايره. أنا أذكر تماما أنه جاء خواجة هنا وما جاء، ورسلينا قال عايز يجري أبحاث في منطقة جنقلية، الزمن ذاك الجنوب منفصل، قال عايز يجري أبحاث في منطقة جنقلية وعايز يعمل فيها تصوير بالأشعة على أطفال. رسلنا له، قلنا له رسلنا السيرة الذاتية حقتك ونعرفك أنت قبل كده عملت أبحاث ونعرف الهدف شنو من البحث ونعرف السودان بيستفيد شنو من البحث. الرجل ده رد لنا رد كريه جدا فرنساوي، قال أنتم منو اللي بتسألوني أنا عن السيرة الذاتية حقتي؟ انتم منو اللي بتسالوني عن مؤهلاتي؟ انا رديت عليه قلت له انت لن تطأ ارض السودان ده الا ترسل لنا الشيء طلبنا منك. اي نعم، للاسف الشديد وزير رفع السماعه قال انتم متوقفين ليه؟ انتم متوقفين؟ الزول ده جايب لنا مش عارف 50,000 فرنك سويسري، انتم متوقفين؟ الزول ده دو طوالي. قلنا ليه ما بنديه؟ ما بنديه لانه لا عندنا شروط. احنا انا شخصيا عندي كان قريبي في ماسك الاجانب في الداخليه، اديته الاسم بتاع الخواجه دي، اديته الاسم بتاع الخواجه، قلت الزول ده ما ياخذ تاشيره اذا جاكم امر من اي جهه. فهمت علي؟ طيب فعلا اظن الوزير حاول يتصل بالداخلية عشان يدو تأشيرة ويمشي يعمل البحث حقه اللي هو حيعرض الأطفال لأشعة وحيعرضهم لمشاكل كثيرة جدا. ما دخل الرأي. أنا مشيت جوبا لمهمة علمية، لمينا الخواجات بتاع المنظمات، عملنا لهم محاضرة. بعد المحاضرة جاني واحد خواجة قال لي يا سلام أنا مبسوط من المحاضرة حقتك دي، وأنا طلبت أعمل بحث في السودان، واحد مجنون ويتكلم عني أنا رفض وقال لي يجيب السيرة الذاتية حقتك. قلت له أنت هسه جيت هنا كيف؟ قال لي أنا جيت بطيارة من كينيا لجوبا، انا كنت في جوبا. نعم. بعدين قلت له وانت اسمك منو؟ قال لي اسمي استرابيسكي فرنساوي يا هو ذاته، طبعا طلع الراجل ذاته. قال لي انت دينكاوي؟ قلت له ايوه اجدادي دينكا، حبيت اخذ منه. كيف دخلت البلد؟ حكى لي بالتفصيل. طبعا نبست لي ناس الخرطوم، قلت له دي المجانين اللي بيمنعوك انت، كيف يمنعوه؟ حكى لي بالتفصيل دخل كيف. فالبلد كانت سايبة يا أخوان، البلد كانت سايبة، والبلد الثلاثين سنة الفاتة دي كانت سايبة، الثلاثين سنة كانت سايبة واستبيحت وسمعتنا نزلت في الأرض. نحن في البحث العلمي ده في الثلاثينات وفي العشرينات في باحثين سودانيين اسمهم كانت عالمية في بعض الأمراض كالكلازار والأشياء زي دي. طيب يا أخواننا أن يكون طيب الضابط رقم 15 عدم استخدام الأسماء التجارية للمعدات والأدوية. أنا باحث استعملت أدوية، استعملت معدات ما أذكر اسمها أبدا، لأني لو ذكرت اسمها كأني بعمل دعاية لك، صح؟ وده لا يجوز أخلاقيا، لا يجوز.
طيب 17 الحرص على سرية المعلومات. أنا باخذ معلومات من الناس في البحث ده، صح إخواننا؟ ما أمشي أتونس بيها. عندي أسماءهم وعندي أعمارهم وعندي وظائفهم وعندي تعليم وعندي كل شيء في الاستبيان حقي. أحافظ على سرية إيش؟ المعلومات. طيب 18 تجنب غش المشاركين. أنا عايز أعمل بحث عليكم، أقوم أغشكم، أنا حأعمل البحث ده وإنتوا حتستفيدوا كده وإنتوا يكون كله ما صحيح. لابد أكون أمين معاكم وأتجنب أخلاقيا، أتجنب أنه أغشكم أو أقول لكم كلام غلط أو أغريكم بمال مثلا، لا ده غير أخلاق. 19 وقف البحث إذا تبين أن استمراره يؤدي إلى إيذاء المبحوثين. انت في نص البحث حقك ده اكتشفت انه البحث ده بيسبب اذى، تعمل شنو؟ توقفه فورا، توقفه فورا. 20 عدم اجراء تجارب تؤدي لاختلاط الانساب مثلا. في الغرب الحكايه دي ما عندهم مشكله، لكن احنا مثلا هنا كمسلمين ما ممكن تجري لك بحث تدي مثلا امرأة شيل منها بويضة وتلقحها بغير ال 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 بيضة الرجل. ها؟ وعندهم في الغرب حي اسمها بنوك النطاف، بنوك سبيرم بانكس، عندهم بنوك للنطاف يشيلوا منها ويلقحوا. الكلام ده ما بينفع عندي لأنه بيؤدي إلى اختلاط ايش؟ الأنساب. طيب عدم إجراء بحوث وتجارب تعرض البيئة للخطر، هذا غير أخلاقي. أي تجارب أو أبحاث تعرض البيئة للخطر يجب أن لا تجرى. أبحاث زي شنو؟ أبحاث كيميائية، أبحاث نووية. يا إخواننا نحن مش أبحاث، نحن بيقولوا ادفنوا النفايا. النفايا النووية تدفن في، للأسف الشديد تدفن في بلادنا. السرطانات في المديرية الشمالية مرتفعة بصورة غير عادية وستظهر في الأجيال القادمة. الأجيال القادمة دي كلها أرحام النساء كلها الآن مليئة بالإشعاع النووي للأسف الشديد. طيب 22 الرفق بالحيوان في التجارب، غير أخلاقي أنك تعامل الحيوان وتؤذيه و إذا في الآخر اضطريت تقتله أحسن تقتله مما تألمه. معايا يا شباب؟ الرفق بالحيوان. دخلت امرأة النار في هرة. ها؟ هرة دخلت النار. إذا عندنا أبحاث على الموتى، إذا عايزين نعمل بحث على الموتى والتشريح والأشياء زي دي، لابد من التأكد من تمام موت الجسم في الأبحاث على الموتى. يعني لابد نتأكد 100% أنه الإنسان ده مات تماما. إذا أنت عايز تجري بحث على ميت، كيف نعرف أنه الإنسان مات تماما؟ أنتوا عارفين عندنا في الطب يا أخواننا شهادة الوفاة دي ما بتطلع ساي، عندك علامات الموت في العين وفي الوين وفي أشياء حتات كثيرة جدا من الجسم. وبعدين عادة يعني شهادة يوقع عليها أكثر من طبيب، يعني إذا اثنين قالوا الزول ده مات خلاص مات. طيب إذن الأقارب لإجراء البحوث على الموتى. انت الميت ده مش عنده اهل يا اخواننا، لازم تستأذن منهم. لو حبيت تجري عليه بحث وهو حي بتاخد اذنه ولا بتاخد اذنه؟ ايضا وهو ميت لابد انك تاخد اذن من اهله. عدم اجراء التجارب على عديمي الاهلية. من هم عديمي الاهلية؟ الاطفال
قاصرين ها و ال 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 المجانين ها ما تستبيعهم ديل ما تجري عليهم تجارب ابدا الا باذن ها طيب تسعة وعشرين يا اخواننا وانا يعني مريت بسرعة على الاشياء دي حظر الغش في الابحاث يا اخواننا الابحاث للأسف الشديد حتى في اوروبا حتى في اوروبا وامريكا بلاد العلم دي في بعض العلماء انا لا يجب ان اقول علماء لانهم هم ليسوا علماء هم ضعاف نفوس يطبخوا ارقام يغشوا في البحوث عشان يصلوا لنتائج معينة عشان يقدروا ينشروا عشان يتكسبوا مادية من أبحاثهم فالغش كثير أنواع الغش في البحوث كثيرة منها زي ما قلت طبخ الأرقام تطبخ تاخد لك جدول وتخد فيه أرقام كلها من راسك بالضبط أو إخفاء النتائج السلبية أنا ظهرت لي نتائج سلبية أقوم شنو؟ أخفيها لا غير أخلاقيا أنك تخفيها طيب سرقة أعمال الآخرين السرقة العلمية أو السرقة الأدبية كثير من الباحثين بالذات في بلدنا دي أخواننا للأسف الشديد بيسرقوا نحن منكتشف كيف سرقتهم تلقى فقرة كاتبة بلغة عالية جدا الفقرة البعدها مكتوبة بلغة ضعيفة جدا أنا ده كله منقول يا إخواننا صح؟ أنا ده كله شنو؟ أنا سارقه كتن بيست قص ولزق أيوة ده دي بسموها بليجيريزم باللغة الإنجليزية وده سهل جدا زمان ما بتكتشفه إلا بأنه يعني فعلا اللغة بتختلف من فقرة لفقرة لكن الآن لا إذا أنت شكيت في أنه الزول ده سارق الكلام ده من جهة تانية بتشيل منه جملة بس ودخلها جوجل دخلها وين؟ جوجل دخلها في جوجل الجملة دي يجيب لك الكلام ده جاي من وين وسيده منو قاله متين ونشره وين شفتوا كيف؟ فده أيضا السرقة العلمية أو السرقة الأدبية هذه لا تجوز أخلاقيا لا تجوز السعي للمنفعة المالية الشخصية كثير من الناس يعملوا أبحاث بميزانيات كبيرة جدا من شركات يا اخواننا يطلع عليه ميزانية كذا مليون دولار للبحث هو يكون بقروش دي دار يشتري لي مرسيدس ودار يشتري لي بيت ودار يشتري له والبحث ده حاجة كده او ممكن يمشي يطبخ ارقام فده كله غير اخلاقي غير اخلاقي طيب ما هي حقوق المبحوثين المشاركين في الابحاث يا اخواننا حقوقهم شنو؟ حقوقهم أنه يعرفوا النتائج صح؟ أنت أجريت علي بحث أنا عايز أعرف النتيجة مش كده؟ طيب من حقوقهم أيضا التوعية عن المشكلة المبحوثة توعيني عن الشيء اللي أنت عملت فيه البحث ده ترفع مستواي ترفع وعيه طيب تقديم الخدمات أثناء البحوث No survey without service No survey without service من سوء التغذية بعد ما عملت دراستك دي ما تخليهم المحتاج لتحويل تحوله المحتاج لغذا تجيب لهم غذا ده no survey without service ده الخدمة أثناء البحث طيب احترام عادات وتقاليد المجتمع انت مشيت دخلت قرية او دخلت حي في مدرمان ولا في مبدة ولا في اي حتة لازم تحترم العادات والتقاليد تحترم شنو؟ ما تدخل اللي تستأذن مش كده؟ احترم حرمات البيوت جماعة الأمن دخلوا على البيوت في بري مش كده؟ دخلوا ما استأذنوا دخلوا على النساء وهم بملابس المنزل في الأبحاث عندنا لابد من الاستئذان انت عندك استبيان بتاع البحث يحقق ده الأسئلة الفيودي لازم تكون أسئلة بتحترم الثقافة حقة المجتمع ما تسأل أسئلة تخدش الحياة ما تسأل أسئلة
ديكم حكاية غريبة جدا حصلت. الصحة العالمية عايزة تعمل بحث عن الإيدز. عارفين مرض الإيدز يا أخواننا؟ مرض نقص المناعة المكتسب، وعايز تعمله في كذا بلد. اختاروا السودان من ضمن البلاد اللي عايزين يعملوا فيها بحث عن الإيدز. خلي بالك الاستبيان حقهم فيه 30-40 سؤال بالإنجليزي. الجماعة للأسف الشديد اللي ما بيحترموا أخلاقيات البحوث ترجموا الأسئلة دي كلها ودخلوا بها الحلة. إخواننا الأسئلة دي عن الإيدز يا إخواننا فيها أسئلة مش خادشة للحياة، فيها أسئلة مسيئة جدا. أنت تخش تسأل زوجة أو بنت فتاة أو مع كم من الأشخاص تعاشرين الجنس، ده ما مقبول الكلام ده. ممكن بنت في أوروبا تقبل الكلام ده وتجاوبك صح؟ عندك كم صاحب؟ كيف تمارسين الجنس؟ كيف؟ ده ما بينفع هنا يا أخواننا. نعم ترجمة ده لما يأتي من الثقافة بتاع الغرب، لما ترجم الكلام ده ترجم مقام موافق للثقافة بتاع الغرب. بالضبط كده. حتى انت لو جاتك دي حاجة من هيئة أممية كويس ويقول لك ده شيء علمي، هاي علمي، لكن لازم يحترم ثقافة الناس. إذا في أسئلة بتخدش الحياة أو بتسيء إلى الثقافة المحلية يجب أن تشطف هذه الأسئلة فورا، بالذات في نحن في مجتمع محافظ، مجتمع عفيف. ما ممكن تجي لزوجة تقول لها قدام زوجها تقول لها عندك كم، مع كم من البشر تمارسين، لا يمكن طبعا. أنا أتوقف هنا فيما يتعلق بي. أنا دلوقتي تعرضت ل 32 ضابط أو من الضوابط العلمية للبحوث، وإذا في أي أسئلة منكم قبل ما أنتقل للمحاضرة الثانية، المحاضرة الثانية يمكن تهمكم أكثر، لأن أنا هتكلم عن كيف تقدم حديث أو محاضرة مؤثرة جدا وناجحة. طبعا الموضوع ده له علاقة الآن بالجو اللي نحن فيه يا أخوان، له علاقة بالتجمع دي وبالاعتصام دي. أهم حاجة المقدرة على الكلام، المقدرة على أنك لا يمكن أن, 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 أن تخاطب ناس وإنت ما عندك المهارات اللي بتخاطب بها الناس. والقادة لا يمكن أبدا أن يكون إنسان قائد وما يقدر يتكلم مع الناس، لأنه أنت عن طريق الكلام أنت بتحرك الناس. طيب يا إخواني، لو في أي سؤال عن الضوابط الأخلاقية للبحوث ممكن يكون عندنا دقيقتين ثلاثة أنا أجاوب فيهم على الأشياء دي. وبعد نعم تفضلوا. سلام جميل. نحن دلوقتي نتحرك على ايش؟ كيف تقدم محاضرة او حديث هلو ناجح ومؤثر. زي ما قلت لكم يا اخواننا، مهارات الإلقاء، مهارات التواصل ضرورية لكل الناس في كل التخصصات صح؟ ضرورية لكل الناس في كل التخصصات، مهمة للقيادات. هذه الثورة أفرزت قيادات رائعة مدهشة والله العظيم. وشباب نديل لو مرنوا أنفسهم على مهارات الحديث، مهارات التواصل مع الناس، يكونوا قادة على مستوى العالم. يعني قدر اللي عندهم ده هسي بالفطرة، بالميراث، بالجينات اللي فيهم، مقدرات ذاتية. لكن هذه المقدرات تحتاج إلى أنها تصقل بتعلم المهارات صح؟ طيب طيب إذا أردت أن يكون حديثك أو محاضرتك مؤثرة لابد أن تتدرب على مهارات الإلقاء.
هاي عملت شنو الليلة؟ أي إنسان فينا بيلقى بعد مرات نفسه مضطر يتكلم للناس. هسه أنا واقف قدامكم بتكلم معاكم، فعشان أتكلم لازم يكون عندي شوية مهارات يا إخواننا، صح؟ برجع لك دقيقة بس. ودائما المحاضرة الناجحة أو الحديث الناجح لابد أن يكون حديث تفاعلي. إيش المقصود بتفاعلي؟ interactive lecturing، يعني يكون أخذ رد، يعني ما يكون الأستاذ أو المحاضر يتكلم والناس يستمعون. المحاضرة غير التفاعلية وصفت بأنها هي أفضل طريقة لنقل كراسة المحاضر إلى كراسة المستمع من غير ما تمر على إيش؟ عقوله. دي المحاضرة غير التفاعلية، نقل كراسة المحاضر إلى كراسة المستمع من غير أن تمر على عقولهم. أنا عندي زي 17 شيء مهم جدا جدا عشان أنت تقدر تقدم حاجة ناجحة، تقدم حديث ناجح مؤثر، تقدم محاضرة ناجحة. 17 حاجة حقول لكم برضو أيضا بسرعة عشان أديكم فرصة للأسئلة. أول حاجة يا إخواننا، الإنسان اللي بيجي يتكلم للناس ده لازم يهتم بمظهره. لازم يهتم بشنو؟ بالمظهر. لأنك أنت ممكن تكون يعني عبقري لكن شعرك منكوش، هدومك وسخانة مبشتنة، يقول لك ده شنو ده يا أخي، ده شنو مبشتن ده ذاته هو ده ممكن يقول كلام كويس وهو مبشتن كده. فيا إخواننا الاهتمام بشنو؟ المظهر ضروري جدا. أنا الليلة جيت لابس السديري ده مخصوص، ده جزء من الاهتمام بشنو؟ بالمظهر. الخواجات عندهم كلمة بيقولوها يا إخواننا، هل منكم بيعرف إنجليزي؟ يقول لك dress to impress. dress يعني شنو؟ ألبس. to impress معناه شنو؟ عشان تترك انطباع جيد. dress to impress. فيبقى أول حاجة أنت قبل ما تمشي مكان المحاضرة ده تلبس لبس كويس محترم، وتسرح شعرك كويس، وتقص شنبك كويس. ده مهم جدا جدا جدا، والماتش يكون قوي جدا، كرافتة لونه مع القميص مع البدلة معها، ده مهم جدا، ده أول حاجة. طيب نمرة 2، أي محاضرة أو حديث أنت عايز يكون مؤثر لازم تعمل له بروفة. بروفة شنو يعني يا أخواننا؟ بروفة يعني شنو؟ تجربة. تجرب ال كلامك ده تجربه. أنا أستاذ في كلية الطب، تعرفوا بجرب محاضراتي على منو؟ على زوجتي في البيت. أيوة ياسر، هي ما طبيبة لكن عارفة كل محاضراتي في الطب حافظها حفظ. بجربها في الأول، خصوصا لما أكون مثلا ماشي مؤتمر، ماشي لمجمع كبير، ماشي لي لازم أجرب. أي حديث أي محاضرة عملت لها بروفة جربتها هتكون مختلفة تماما من محاضرة أو حديث أنت ما جربت. والله أنا أذكر في واحد من البلاد العربية دي كنت بحضر خطب لإمام مسجد، رجل رفيع كده ظريف وبيلبس نظيف وبقف كده وبيتكلم بطريقة مؤثرة جدا يا أخوان. الرجل ده هو في المنبر لما يعمل كده عايل لك للمصلين يقعون عمله كده معه، يتلفت كده كله بيتلفته كده معه. أنا بعرفه شخصيا، قمت ناديته قلت له يا شيخ فلان يا شيخ مروان، انت الخطبة حقتك دي بتجربها ولا بتجي ترتجله؟ وطبعا ما بيجي بورقة زي دي، بيجي كأنه مرتجل لكنه حقيقة ما مرتجل.
فقام قال لي ليه تسألني السؤال ده؟ قلت لي لا اسمع، صاحبي طبعا هو رايح، قال لي اسمع جاوب على السؤال، ما حخليك الا توريني. لما شعر بان انا حريص على الاجابه، تعرف قال لي شنو؟ قال لي انا بكتب الخطبه يوم السبت، من كل اسبوع بكتب الخطبه يوم السبت، وبشتغل فيها كل يوم في البيت على اولادي وعلى زوجتي كل لغايه يوم الخميس، يكون حفظها ويكون كل كلمه بيعرف بيتحرك معاه كيف. حاجه اسمها البودي لانجويج يا اخواننا، لغه الجسم. الناس يقول لك لغه الجسد، الجسد يا اخواننا للميت، ما تقول لغه الجسد. البودي لانجويج ليست لغه الجسد، لغه الجسم. الجسم للحي، الجسد لايش؟ للميت. الرجل ده بيكتب الخطبة يوم السبت وبيجربها كل يوم، ويجي يوم الجمعة كأنه بيرتجلها، وهو ما بيرتجلها، هو حفظ وحفظ الكلمات المؤثرة فيها، عشان كده خطبه مؤثرة للغاية. فدي توري أهمية أنك أنت لو عايز إن شاء الله خمسة دقائق، لو قالوا لك تكلم لنا خمسة دقائق في الموضوع الفلاني، انت الخمسة دقائق دي تجربها 50 مرة عشان تطلع محكمة، عشان تطلع ايش؟ محكمة. فده مهم جدا. اي القاء او اي محاضرة او اي تقديم مجرب يختلف عن اي تقديم او اي محاضرة غير مجربة. طيب نمرة 3، الوصول الى مكان المحاضرة او الحديث قبل وقت من بدايته. يعني انت ما ممكن الناس كلهم قاعدين وانت تجي داخل، لا، يمكن انت محضر شرائح تلقى الحتة بتاعت الشرائح ما في الحتة اللي انت توقعتها، يمكن ما تلقى عدة للشرائح ذاتها. كويس، انت لما تجي قبل المحاضرة او قبل الكلام بدقائق بتعرف انت حتجيب وين، هل في منبر تستند عليه ولا ما في منبر، صح؟ يعني انت معتمد على انك عندك ورقه كده بالعلامه مره الورقه دي دايره اضاءه، مش كده؟ لازم يكون في منبر، انت تيجي داخل تلقى ما في منبر ذاته. فيبقى لابد يا اخواننا الحضور الى مكان المحاضره قبل ايش؟ قبل 10 دقائق ربع ساعه على الاقل. طيب نمره 4 يا اخواننا، الحديث الى الجمهور او الى اي نوع من المستمعين مساله فيها رهبه، مهما كنت انت يعني تستطيع الحديث وتكون يعني موهوب، لكن برضو تصيبك نوع من الايش؟ من الرهبه. وبالتالي نمره 4 دار اقولها دي، في حاجه بتعملها عشان تخفف الضغط والتشنج اللي ممكن يحصل لك اثناء الكلام. الخواجات بيعملوا شنو؟ بيعملوا تمارين استرخاء، تمارين استرخاء، وخصوصا تمارين لعضلات الرقبه. اول عضلات بتتاثر وتنكمش اثناء الحديث اذا انت اصبت ببعض الاضطراب هي عضلات الرقبه. وبعدين عضلات الرقبه دي اذا انشدت بتخليك زي المثلث كده وانت ما جايب خبر، تلقى والناس يعينوا لرقبتك ويعينوا لك بقيت مثلث بعد ما كنت بقيت مثلث كده. فدي يا اخواننا في تمارين 4-5 تمارين كده فيها بتمرن العضلات بتاعت الرقبه دي عشان تكون مسترخي مهما حصل لك من اضطراب، مهما حصل لك من واحد سالك سؤال غلبك تجاوبه ما تقعد لا، تمارين الاسترخاء دي بتساعدك انك تكون مرتخي اثناء الكلام. طيب نمره 5، البدايه. انت جاي تتكلم لناس، البدايه دي مهمه جدا. البدايه دي يا اما انت دخلت الناس في جيبك خلاص من الاول، يا اما انت فقدتهم ممكن يمشوا طوال. لو انت طلعت كلمه كده ولا كده ممكن يطلع طويل هو، فيقول لك في البداية دي
أول شيء تلقي التحية على المستمعين، ما تجي داشر كده في كلامك طويل، لا أنت جيت الصباح، أسعد الله صباحكم، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. أنت جيت في الظهر، أسعد الله نهارك، عشان أنت توري أنك أنت مسترخي والناس يعرفوا أنك أنت، بعدين أنت متحيي الناس تكسب احترام يا أخواننا، صح ولا ما صح؟ فيبقى مهم جدا أنك تلقي تحية الصباح في الظهر في المساء، تحية مناسبة. غير كده الجملة الافتتاحية حقت المحاضرة حقتك أو حقت حديثك إن شاء الله 5 دقائق تكون محضرة من بدري، تكون شنو؟ محضرة، جيب لك اقتباس جميل، كلام تستشهد به وكلام قوي، كلام يترك تأثير. قول لك يا سلام، الزول ده أول ما فتح خشمه قال الدرر، قال شنو؟ الدرر. خلاص انت الوقت دخلت المستمعين دول دخلتهم في جيبك خلاص. بعد كده طيب يقول لك برضو الجملة الختامية حقتك تكون برضو محضرة، الجملة الختامية حقتك النهاية دي تكون محضر لك جملة قوية وجملة تفكها في الاخر كده، انسوا لك اللخبطة اللي عملتها كلها في النص، جملة البداية وجملة النهاية مهما تخربط في النص ومهما تلخبط في النص ناس بيغفروا لك، يقول لك والله ختم ختمة، والله ختم لك ختمة تمام، شفت ايه؟ فابقى انت مسموح لك تحضر جملة البداية ومسموح لك تحضر جملة النهاية، يا ريت تجيبها من حتة تانية، استشهاد، كلمة قالها، كلمة مأثورة، كلمة قوية. طيب دي البداية. نمرة 6 السرعة، سرعة الإلقاء، سرعة الإلقاء. أنا دلوقتي بتكلم معاكم يقول لك أنت لا تتكلم بأكثر من 80 كلمة في الدقيقة، لا تتكلم بأكثر من كم؟ لا سوري، أكثر من 100 كلمة. أنا الآن بتكلم معاكم بسرعة 80 كلمة في الدقيقة، أنا ضابط الحكاية دي لأن أنا مدرس لي 35 سنة، أنا بدرس الطب. ها؟ ميكروفون؟ وزنت كيف؟ عرفت كيف اني بتكلم 80 كلمة في الدقيقة؟ انت في الريهرسل حقك في التجربة في البروبة حقتك خدت لك مسجل جنبك، تاخد مسجل جنبك وتتكلم وتجيب الستوب ووتش ديك، عارف الستوب ووتش؟ وتشوف نفسك تحسب عدد الكلمات اللي عملتها، في اساليب كثيرة لكن هي بالتمرين بتجي. يعني انا الان السرعة اللي بتكلم بها دي 80 حوالي 80 85 كلمة، بتطلع لما تهيج شوية، بتطلع بتزيد السرعة لما بعد شوية ببطئ، لكن كمان غير مستحب انك تتكلم بسرعة، شيء يقول لك يا اخي الراجل ده اتكلم بسرعة لدرجة انه ما فرزنا كلامه، والله ما فهمنا منه الحبة يا اخي ده كبر، اول عكس صحيح اتكلم ببطء شديد يقول لك يا اخي ده دمه تقيل، ده لطخ، ده بجرجر في الكلى. يعني لا تتكلم بطيء ولا تتكلم سريع اكتر مما يجي، تضبط نفسك انك تتكلم بسرعة كم؟ حوالي من 80 الى 100 كلمة في الدقيقة، دي السرعة. طيب 7 استخدام اللغة المبسطة. يا اخواننا لو انا بتكلم لابسط الناس نساء اميات في قرية نائية وانا بتكلم لبروفيسورات، بروفيسورات او في الاثنين لو اتكلمت بلغة مبسطة انا بترك انطباع اكبر من اذا اتكلمت بلغة معقدة. معايا يا شباب؟ لازم اتكلم. سمعت بحاجة اسمها السهل الممتنع؟ السهل الممتنع تتكلم بلغة يفهموها الناس، ما تتكلم تجيب لك مفردات ولا تعابير ولا مصطلحات علمية، تبقى زي الرطانة، تبقى زي شنو؟ زي الرطانة ما يفهموك.
فيبقى دي قاعدة مهمة جدا في أنك يكون حديثك مؤثر. لابد أن تختار وتتحدث بلغة مبسطة. دي نمرة 7. نمرة 8، استخدام الوسائل السمعية البصرية. الوسائل السمعية البصرية هي دي مشكلة البروجيكتر أنا الآن دكتور أنور كتر خيره قال لي يا أخي لو عندك شرائح، أنا عندي شريحة حتى للمحاضرة دي عندي شرائح ليها، لكن يا أخواننا الكلام الجماهيري زي ده دائما قد لا تصلح فيه الأشياء زي دي، لكن هي مهمة جدا جدا الوسائل السمعية البصرية. ليه يا أخواننا؟ ليه يا أخواننا مهمة؟ ليه؟ المثل الصيني بيقول لك شنو؟ إذا سمعت if I hear it I forget it، لو أنا سمعتها أنا بنسى، لو أنا سمعتها أنا بشنو؟ if I hear it I forget it، if I see it I remember it، لو أنا شفتها بتذكر، لو أنا سمعتها بنسى. يقول لك دخل بهنا ومرق بهنا صح؟ طيب if I see it I remember it، لو أنا شفتها بتذكر. طبعا أنت لما تعرض على شاشة الناس حيشوفوا برضو، مش كده؟ مش كده يا أنور؟ الناس لما أنت حيسمعوا وحيشوفوا. طيب تمام التعلم كيف؟ بأنك قال لك if I hear it I forget it، if I see it I remember it، if I do it I know it. يعني تمام التعلم بالعمل. تمام التعلم بإيش؟ بالعمل. فده يبقى أهمية الوسائل السمعية البصرية. يا أنور الجماعة في شركة اسمها كوداك ذكروها بتاعت الفوتوغرافيا دي أفلام، سمعت بها؟ للأسف قفلت هي طبعا، لكن الشركة دي عملوا بحث ظريف جدا جدا. في البحث ده النتيجة حقته أنه الإنسان يتذكر 10% فقط مما يسمع. يتذكر كم؟ 10% مما، والعشرة في المئة اللي بذكر دي ذاتها يكون يجوط عليك ذات يزيد عليك ونقص عليك وبتاع. ويتذكر الإنسان يتذكر 10% مما يسمع، ويتذكر 50% يتذكر 50% مما يرى، مما يسمع ويرى. يتذكر كم؟ 50% مما يسمع ويرى، ويتذكر 90% مما يسمع ويرى ويعمل. فيعني تمام التعلم والعلم بإيش؟ بالدربة أو بالعمل، العلم بالعمل. فيبقى استخدام الشرائح والأشياء زي دي أخواننا مهم جدا جدا. فيعني لو استعملت شريحة عينوا للشريحة قدامكم دي يا أخوان، الشريحة دي موزونة. يقول لك لو استعملت شرائح ما ترش من أول لآخرة بالكلام، الناس هيكرهوا الشريحة ذاتها. يكون عندك نقاط كده زي التلغراف بوليتس، نقاط ما تكون كثيرة، وانت دار تتكلم عن النقاط دي انت تكون عارف النقاط دي حتتكلم عنها تقول شنو، زي ما أنا هسي بعيد للنقاط حق دي وبتكلم معاكم بشرح فيها صح؟ انت تكون خدت نقاط وما تكون يعني كثيرة، ما تملاها للآخر. بعدين إذا استعملت ألوان استعملها لهدف، يعني دلوقتي الشريحة دي الغالب عليها هي اللون الأسود صح يا إخواننا؟ الخط باللون شنو؟ باللون الأسود. اللون الوحيد اللي خرج هو اللون الإيش؟ الأحمر. ليه استعمل اللون الأحمر ده؟ لأنه عايز يركز على حاجة معينة ويلفت انتباه الناس. الوعي خيار الشعب، وعايز يركز على الجملة دي صح يا أنور؟ أنت تريد أن تركز، عشان كده كتبها بالأحمر، كتبها بلون ثوري، لأنه اللون الأحمر هو لون إيش؟ لون الثورة. فهذا مهم جدا. طيب في ناس الواحد يخط الشريحة ويقرأ، لا ما تقرأ شريحتك، يخط لك جمل كاملة ويقعد يقرأ. طيب انت بتقرأ، انا واحد من المشاهدين
على بال ما انت كملت قرايتك انا اكون قبل قريتها كلها واقعد اتونس مع الجنبين. لا انت ما تقرا، انت تكتب نقاط وتشرحها. انت علي؟ طيب دي نمره كام؟ دي نمره 9 اللي هي الشرايع. نمره 10 يقول لك دائما واجه المستمعين، واجه الناس اللي تكلم معهم، واجههم زي ما ناسي مواجهكم يا اخواننا. ما تديهم شنو؟ ما تديهم قفاك. فاهميني يا اخواننا؟ الناس بعد مرات الواحد يتلفت اذا عنده شرايح، يتلفت في الظلمه كده ويتلفت ويقرا ويدي الناس شنو؟ يدي الناس قفاو. لا 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 لا، دائما انت تدي الناس، انت تواجه الناس تقابلهم، ابدا ما تدي الناس قفاك. 12 الصوت، الصوت مهم جدا جدا جدا. الان الحمد لله التكنولوجيا وفرتها الساوند سيستم ده. امبارح انا سالت دكتور انور قال لي ده ب 40 مليون، صح يا انور؟ لكن يا اخوان 40 مليون دي عندها قيمتها كبيره. هسه انا سايل لو نزلت الميكروفون ده شويه الجماعه الدوره دي البيضاء يقولوا ما سامعين، وبعد شويه ممكن يمشوا لانه ما سامعين كويس. فيبقى اخواننا الصوت، يتاكد ان الميكروفون انت مسمع الجميع، ولو ما في ميكروفون ترفع صوتك بحيث انه تسمع الاخرين. الرجل اذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع. يحلي للرجال اللي بيضربوا بوجع. انتوا الان برهنتوا انكم بتضربوا بتوجعوا، انتوا اللي غيرتوا تاريخ السودان. ثوره، انتوا الرجال اللي بتضربوا بتوجعوا. ثوره، حريه سلام وعداله، حريه سلام وعداله، الوعي خيار الشعب، حريه سلام وعداله، الوعي خيار الشعب. بارك الله فيكم، انتم يعني اسمعتم حقيقه، الصوت مهم جدا جدا. هسي ده ما مولت هنا عندنا سامعين الاصوات دي كلها، مهم جدا. الزول الصوت كبير بجر الناس. طيب في حاجه اسمها التواصل بالنظر. التواصل بشنو؟ بالنظر. انت عندك مستمعين الان، انا بفرق نظري عليكم كلكم ان شاء الله 1000. لازم كده اعمل بيسموها سكاننج، تعرفوا السكاننج بتاع الكمبيوتر ده، المسح الضوئي. المسح انت ده لازم تعايل للمستمعين حقينك ديل. ليه تعايل لهم؟ لانه انت عايز تتاكد انهم منتبهين وبيستمعوا لك، صح؟ لانك انت لو عينت لهم واكتشفت انهم بيتونسوا مع بعض، او واحد نايم بيشخر، او طبق ورقه وكومبرك. يبقى النظر مهم، بيسموه الاي كونتاكت. اسمه شنو؟ اي كونتاكت. وابن قتيبة في ادب الكاتب قال الاستماع بالعين، الاستماع بالعين، فاذا رايت عين من تحدث تنظر اليك فاعلم انه يحسن الاستماع. الاستماع بالعين، فاذا رايت عين من تحدث تنظر اليك فاعلم انه يحسن الاستماع. بعدين يقول لك شنو؟ واحد ماسك تلفون، اسمع شوف شوف شنو؟ ها؟ يبقى موضوع الشوف ده مهم جدا في في السمع، صح يا اخواننا ولا ما صح؟ ها؟ اسمع شوف انا الكلام ده، يشوف شنو؟ تلفون. فشوف دي مهمة جدا يا اخواننا. التواصل بالنظر مهم. طيب يا اخواننا بعض الناس يجي، طبعا انا قاعد دلوقتي، لكن بعض الناس يكون واقف بيتكلم ويدخل يده في جيوبه بدون ما يشعر يا اخوان، ها؟ ويكون عنده دوكشة مفاتيح في جيبه، وهو مضطرب يبتدي كشكش بالمفاتيح دي في جيبه، كشكش ها؟ لانه مضطرب يكشكش بالمفاتيح. الجماعة يبقوا في صوت المفاتيح وفي يخلوك انت وانتهوا منك.
وبعدين يعرفوا انك انت مضطرب. والله ان احنا عندنا اطباء كل يوم الصباح يا شباب، كل يوم الصباح عندنا حي اسمه المورنينج ريبورت. الدكاترة ديل يندربون الدكاترة الصغار، نقول لهم كل تقدموا لنا حالات اليوم الفات، قدموا لنا في شرائح زي دي، المريض اسمه كده وعمره كده واو 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 لا. هم بقدموا شباب صغار يصيبوا النوع من الاضطراب، فيقوموا في البشتنة دي داخل يده بجيبه يكشكش انت للبنات. والله واحد مرة البالطو سعودية، كلام ده في السعودية، شرطة الجيب حق البالطو بالمناتلة، فيبقى لا تكشكش مفاتيح، انتبه لنفسك وحتى الزول لو كان قاعد والناس شايفين. طبعا اذا انت اعطيت الفرصة انك تقعد وتتكلم احسن لك، لانه على الاقل نصك التحت ده ما بيتحرك صح؟ عشان كده الشيوخ اغلبهم دائما تلقاهم قاعدين ويتكلموا مسترخين، لكن لو انت واقف في منبر تكلم بعد مرات رجلك دي مايكل جاكسون تشتغل، والجماعة يبقوا يعالوا لرجول. وفي ناس كثيرين بيعملوا كده صح؟ الحركة دي يا اخواننا شفتوها؟ كثيرة بيعملوها الناس، هي تدل على الاضطراب. عشان كده انت عشان تكون موزون وما تضطرب انتبه تماما، لا تدخل ايدك في جيبك تكشكش بالمفاتيح ولا تحرك رجولك، واذا اعطيت الفرصة ان تجلس فجلس. طيب 16، القاعدة نمرة 16، مهما تكون انت متمكن اوعك تمشي تتشيطن وتقوم تلقي النكات ودخل لك نقطة في النص عشان يقولوا الرجل ده دمه خفيف ولا ضريب. اول شيء لا تلقي نقطة الا اذا لها علاقة بموضوعك، اوكي؟ لها علاقة بموضوعك انت ده وجات لازم تلقي القيها، لكن انتبه يستحسن ان لا تلقي نقطة ابدا الا اذا انت كنت متمرس، لانه بعض مرات انت ممكن تلقي نقطة وتكون بايخة جدا جدا كويس، وتقوم تبتدي تضحك والناس يضحكوا على ضحكك، وتضحك زيادة تفتكر الناس بيضحكوا على النقطة وهم يضحكوا عليك وعلى هبلت نفسك زي ما يقول. فيبقى دي من الأشياء المنهي عنها، أنك أنت لا تلقي نقطة إلا إذا كنت أنت كن متمكن تمام، والنقطة لها علاقة بشنو؟ بموضوع المحاضرة. طيب أنا بختم يا أخواننا، بختم بصفات المحدث أو المحاضر أو الملقي المؤثر. أي شخص مؤثر في الكلام المستمعين بيحسوا بحميمية معه، بيحسوا بأنهم قريبين له يا أخوان، وبيتكلم معهم بحميمية، بيتكلم معهم بشنو؟ بحميمية، بقرب كده يعني. بالإنجليزي يقول لك warm، he's a warm speaker. warm هنا ما معنى دافي يعني تلمسه كده لا، warm speaker معناه بيتكلم بحميمية. نمرة 2، يكون متحمس لموضوع. انت عندك موضوع مهم لازم تتحمس له، مش كده يا انور؟ شايفين اللفه دي؟ ده اي كونتاكت مع انور، ده اي كونتاكت، رغم انه وراي لكن انا ضروري جدا اتواصل بالنظر معاه برضه عشان اشوفه نام ولا عمل شنو، لانه لو نام ودشخ الحلقه هنا انا اقفل واطلع طوال. طيب لازم الانسان المتحدث ده يكون متحمس لايش؟ للموضوع اللي بيتحدث فيه ده. ايضا لابد للمتحدث ان يكون خفيف الظل، ما يكون ثقيل دمه ثقيل، لكن ما يخفف دمه اكثر مما يجب، ما يخفف دمه اكثر من ايش؟ يقوم يتهبل بعدين. لازم يكون دمك خفيف ودم يكون ظريف، تكون صاحب ملحه صاحب طرفه، تشيع جو من المرح واللطف في اثناء حديثكم مع الناس. يا ريت الناس يضحكوا مره مرتين اثناء المحاضره حقتك ولا اثناء كلامك، لكن غير ذلك تحولها لمهزلة لا. لا. طيب
من صفات المحدث المؤثر أن يكون فصيح اللسان باللغة الإنجليزية articulate. ده الرجل ده بيمشي التيدكس دي حتة بتاعت خطابة عالمية في أمريكا معروف هو اسمه معروف. أها أنت محتاج تكون فصيح ذرب نطقك مخارجك أي كلمة تطلع منك اسمع أي زول بنفس الوضوح. الكلمة فيها ستة حروف الحروف دي تطلع حرف حرف. نحن السودانيين من أكل الكلام هو نص الكلمة الأخير تقال شنو يا تقال بعدين أسمع الفنانين دي أسمع عليك الغنى والله ثلاثة أرباع ما تفهم قال شنو ثلاثة أرباع جبت جايبي. وأنا كثير أكون قاعد في قدام التلفزيون واحد يجي يغني وأسأل زوجتي ده قال شنو تقول لي والله يأكلوا كلام. وبعد مرات أطلع جوجل ده أشوف الأغنية ولا أشوف القصيدة ولا أشوفها حتى نعرف كلامه. فيبقى أخواننا الفصاحة دي مهمة. والعرب زمان كانوا بيرسلوا أبنائهم للبادية عشان فصاحة اللسان واللغة سلامة اللغة. أوعك تعمل أخطاء نحوية وانت بتتكلم خصوصا اذا كان في المستمعين واحد زي عبد الله الطيب هنا بروفيسور عبد الله الطيب ولا يقول لك كلام هنالك حوجة شنو ما في حاجة اسمها حوجة هنالك حاجة هنالك ايش وليس حوجة. فيبقى مهم جدا جدا يا اخواننا الفصاحة وسلامة النطق والاهتمام باللغة. أي الأخير يعني أنك تكون واثق من نفسك. الثقة بالنفس مهمة جدا يا أخوان. الإنسان غير واثق من نفسه ده ما ممكن يترك تأثير جيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكرا جزيلا كتر خيركم. حرية سلام وعدالة حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب حرية سلام وعدالة الوعي خيار الشعب بارك الله فيكم شكرا جزيلا. عندكم أي أسئلة للبروفيسور يا أخوان؟ تفضل أمجد حياك الله يا أمجد. ده واحد من تلاميذي ما بعرفوا جابوا شنو يعني أنتوا أعلنتوا عنا الحكاية دي ولا شنو؟ بس ما كان يدوا ما بسم الله الرحمن الرحيم. انا امجد عبد المجيد طبيب. طبعا جابني شنو ده يا بروف؟ انا جاي من المستشفى وبعدين بحضر في اللايف حق الشباب لقيت المحاضره قلت بروف حسن بالله في الميدان لازم نجي في الميدان. فشكرا لك كثير. سؤالي باختصار نحن في المحاضرة كان الحديث عن الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي في المحاضرة الأولى. زي ما نحن مقبلين نأمل إنه نحن نكون مقبلين على دولة مؤسسات دولة أبحاث دولة مؤسسات في المقام الأول دايرين نشوف وين دور البحث العلمي في المؤسسات حقتنا في الدولة بحكم تجربتك في الولايات الأمريكية في المملكة العربية السعودية في البلدان. أدينا يعني بس حاجة كده لمحة لمس كده عن 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 شكل البحث العلمي في مؤسساتنا إن شاء الله في السودان المستقبل إن شاء الله. شكرا يا أمجد شكرا جزيلا. شوف الأولادنا ديل يعني الأولاد ديل جو ساكني يعني سمعوا أنه أستاذه ما جو ساكني. أول شيء سلامتك وده شنو الحاصل في يدك ده طيب إن شاء الله ما تكون هناك هبشوك والتشوك بتاعه الأولاد يدك ولا حاجة زي دي. نمرة اثنين لابد أن أبدي إعجابي بالقميص اللي لابسه أمجد ده يا أخوان. ليه دار أبدي إعجابي؟ شوف القميص ده فيه القارة شوف فيه القارة الإيش؟ أيوة يا أخواننا نحن موضوع العروبة ده كلفنا كثير يا أخواننا صح؟ موضوع العروبة كلفنا كثير. نحن ما راجعين ده كلنا ما راجعين انا لي مطالب ما راجع
أنا لي مطالب، أنا لي مطالب، أنا لي مطالب. نحيي إصرار الشباب، نحيي أنا ما راجع، أنا لي مطالب. إذا المطالب دي ما تحققت ما برجع. نحيي إصرار الشباب، نحيي عزيمة الشباب. نحن يا إخواننا السودانيين وانتمانا أنا أقول إفريقي أكثر من أي حاجة تانية. ما تشوفوا كلنا ندعي أنا فلان وجدي فلان وجدي العباس وجدي إخواننا الكلام ده خلوا دعوها فإنها منتنة. قلت كيف؟ ده يا أنور كده مقدم على على بال ما الشباب دل يعبروا العبور حقه. ما راجع الإجابة حقتي على سؤال ابننا الدكتور أنور. أنور طبعا أنا في بداية مناسبة جاوبت على السؤال أمجد سوري جاوبت على سؤالك في بداية محاضرتي عن الضوابط الأخلاقية. جاوبت على السؤال وقلت أنه الدول العظمى دي كلها ما بقت عظمى إلا لأنه الحكومات بتستهدي وبتسترشد بمؤسسات ومعاهد، والمعاهد دي مهمتها تجري الأبحاث. يعني في بريطانيا لما تتكلم تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا دي في أي أمر يتعلق بداخل بريطانيا أو خارج بريطانيا هي بيكون عندها نتائج أبحاث في يدها. الجهة المعينة اللي لها علاقة بالكلام اللي أنا أتكلم فيه ده بيكون الداتا داتا، بتكون الداتا نتائج أبحاث، وهي بالتالي بتتكلم بمعرفة وبعلم. وقلنا عمل بلا علم إيش؟ يقول لك دي دول المؤسسات يا أخواننا صح؟ يعني الكونغرس الأمريكي دي الكونغرس عارفين المبنى بتاع الكونغرس الأمريكي ده؟ ها؟ المبنى ده يا أخواننا أكبر جزء فيه، وأنا زرت الحتة دي، أكبر جزء فيه مكتبة الكونغرس، وهي واحدة من أكبر مكتبات العالم صح يا أنور؟ من أكبر مكتبات العالم. أنا مرة سكت بيتي ومشينا مكتبة الكونغرس. المكتبة دي أساساً قامت كيف؟ قامت عشان تساعد الكونغرسمن النواب ديل لو عايزين معلومة علمية مبنية على نتائج الأبحاث بيجيوا من المكتبة طوال. وتطورت بقت مكتبة فيها كل العلوم. والله أنا أذكر أني دخلت المكتبة دي استقبلوني استقبال عجيب، وده مش عشان حسن بلة لا، بطريقتهم مربيين ومدربين أنهم قالوا لي can we help you، هل أنت جيت زائر تتفرج ولا عندك سؤال؟ قلت لهم عندي سؤال. قلت لهم أنا عايز أشوف الخرط حقتكم، عايز أشوف خرط حقت حلايب، منطقة حلايب في السودان. قالوا لي تفضل أجلس. جلست والله دقيقة ما تمت أنا شايف بيفرش لهم في ورق في طرابيس كبيرة جدا قدامي. افتكرت ده الناس تانيين بيعملوا في حاجة تانية. بعد ثلاثة دقائق قالوا لي قوم يا دكتور اتفضل. شنو؟ قالوا لي تعال شوف الخرط بتاعت حلايب. طبعا كلها خرطة الكونغرس الامريكي، خرطة الاستخبارات الامريكية، خرطة كلها القطع. حلايب وين؟ سودانية. حلايب سودانية، اهتفوا حلايب سودانية، حلايب سودانية، حلايب سودانية، حلايب وشلاتين سودانية. في خمسة دقائق انا اخذت المعلومة يا امجد. انت كيف؟ فانا بفتكر انه زي ما تفضل ابننا امجد، البلد مقبلة على ما بعد الثورة، ويجب أن لا حليمة ترجع لعادتها القديمة. يقول لك حليمة رجعت لشنو؟
حليمة رجعت للقديمة، لا حليمة ما بتشتغل تاني بالقديمة. نحن دارين دولة علم، دولة بحث علمي، دولة مؤسسات. وانا اتكلمت يا أمجد في الأول برضو أنه كان عندنا وزارة كاملة اسمها المجلس القومي للبحوث. المجلس القومي ده هو وزارة للبحث العلمي، كان فيها وزير كبير. فيبقى زي ما تفضلت، والسؤال ده هو قصد أنا قد يكون هو عارف الإجابة عليه، لكن قصد أنه أنا يعني أديكم برضو أتكلم عن أهميته، وأهميته أنه كل قرارات الدولة وكل قرارات الوزراء وكله بتكون مبنية على شنو يا أخواننا؟ مبنية على الأبحاث وعلى نتائج الأبحاث. الآن عندنا في الطب حاجة اسمها Evidence Based Medicine، اللي هو الطب المبني على البرهان، الطب المبني على البراهين. أي شيء في الطب الآن مبني على إيش؟ ما في حاجة اسمها تكتب لي دواء كده على مزاجك، ولا حتى فحص. الفحص ده اللي بتطلبه لي لازم يكون عندك دليل علمي أنه حيفيدك في الوصول إلى التشخيص الصحيح. صحيح أمجد؟ الدواء ده اللي حتكتبه ده في الروشتة لازم يكون عندك دليل من البحث العلمي أنه الدواء ده فعاليته 90% وأنه بينفع معاك أنت. أنت مريض ضغط الدم ده أو مريض السكر، عمرك كذا، مواصفاتك كذا، الدواء اللي بينفع بناء على البراهين العلمية. فيا أخواننا لا تقوم دولة مؤسسات إلا على البحث العلمي، وبالتالي البحث العلمي لابد أن يكون أولوية. ونريد أبحاث، نريد أبحاث تتصدى للأولويات. تفضل. طيب في سؤال، أنت في السابق قلت أنه كان في وزارة كاملة للبحث العلمي، هل من الأفضل أنه يكون الوزارات فيها أقسام للبحث العلمي ملحقة بالوزارة، ولا تكون وزارة البحث العلمي وزارة منفصلة وكل الوزارات تأخذ منها الريكومنديشنز، تأخذ منها ال... سؤال ممتاز، سؤال ممتاز جدا جدا يا أخواني. لما قامت المجلس القومي للبحوث قامت فيه مجالس اختصاص. النظر يكفيك ولا شنو؟ الله يخليك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. وانا شايل له يفطى بالله مكتوب فيها الله يخليك. يعني الميدان ده والله شهدنا فيه اشياء عجيبه جدا جدا، يعني ما يتصور انه القلاي زول شايل له يفطى مكتوب فيها الله يخليك. دي دعوه كريمه لطيفه، وكل واحد بيتمنى للاخر انه ربنا يخليه. يا اخواننا ده كلام جميل جدا جدا، لكن الله يخليك دي ما صحيحه، لانه الله لا، لو جاء اجلي ما بخليني اصلا. الله يخليك دي ما بخليني، والله كان جاء أجلي ما بخليني أبدا. لكن يقول طبعا مقصود بها أنا ربنا يطول عمرك، ربنا يعني يديم عليك النعمة ويديم عليك كذا. فهذه دي من المظاهر والمشاهد المدهشة في الميدان دي. والله أنا كلمت أنور ولا كلمت منه ما بعرف أن أنا عايز أكتب مقالة طويلة عن شعارات وهتافات ثورة ديسمبر. شفت الأولاد المرة دي كانوا بيهتفوا بشنو؟ دي واحدة من الهتافات الكثيرة، كلها هتافات راقية تدل على وعي عالي جدا 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 جدا. والآن الفرصة لكم يا شباب، أنتم تستحقوا تكونوا وزراء يا أخواننا، أنتم تبقوا الوزراء. نحن أجيالنا دي إذا فينا فايدة نكون مستشارين، صح يا أمجد؟ بس يرجعوا لنا كده يا دكتور حسن في خبرتك الطويلة دي، أنت بتدرس لك 40 سنة أو تخرجت قبل 50 سنة من كلية الطب، في خبرتك الموضوع ده كيف؟ أي ممكن ندي رأي، لكن أنا أكون صاحب قرار؟ لا، أنتوا تكونوا أصحاب القرار. أنا حجاوب عليك يا أنور، أنتم الشباب الوزراء لازم أغلبيتهم يكونوا منكم. بعدين لا يستهان بشاب عمره 30 سنة ولا 40 سنة يقول لك لا أنتم عايزين تكنوقراط مش عارف الواحد عمره. لا، أسامة بن زيد لما قاد الجيش اللي فيه أبو بكر وعمر كان عمره كم؟ 18 سنة. باراك أوباما ده كان عمره كم لما بقى رئيس أمريكا؟ 40. كان عمره كم؟ 40 سنة. 40 قاد أكبر دولة في العالم. أنا جاي لسؤالك يا أنور. أنور قال
تكون في معاهد بحثية أو مؤسسات بحثية في كل الوزارات، ولا يكون في وزارة للبحث العلمي. الحقيقة الوزارة بتاعت البحث العلمي دي اللي هي كان اسمها المجلس، عشان كده سموها مجلس يا أنور، ما سموها وزارة، لكن هي وزارة، وعلى رأسها رئيس المجلس القومي للبحوث، هو وزير في مجلس الوزراء وفي الحكومة المركزية. سموها المجلس القومي للبحوث فيها مجالس للاقتصاد وللطب وللعلوم الإنسانية ولإيش ولإيش ولإيش. الهدف منها أنها يا أخواننا، أنا عايز أعمل بحث في التغذية يا أنور، أنا عايز أعمل بحث في التغذية، خلي بالك ناس وزارة التعليم عندهم معاهد حق التغذية، ناس وزارة الزراعة عندهم معاهد حق التغذية، ناس وزارة الصحة عندهم معاهد حق التغذية، صح؟ ده يسموه دوبليكيشن، ده بسموه تشتيت للموارد والمصادر. المهمة حق المجلس القومي للبحوث أنه يلم الموارد الريسورسز كلها في حاجة اسمها ريسيرش انفنتوري، صح؟ يعني أنا عندي معمل في سنار، المعمل ده ممكن تعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، عشان أنا في وزارة تانية في مكان تاني أعمل بحث علمي، ما أقوم أعمل معمل كامل زي حق سنار كلف ملايين الدولارات، لا. المجلس القومي للبحوث مهمته أنه يوريني أنه والله في المكان الفلاني إجراء بحثك دي. معاهد التغذية دي بدل ما تبقى 4-5 معاهد في كل وزارة، لا، تكون كلها ملمومة في مكان واحد، فيبقى لا نستغني عن أنه كل وزارة يكون فيها فريق بحثي، يكون فيها شعبة بحوث، كل شيء. لكن في النهاية مهمة وزارة البحث العلمي دي أنها تجمع الموارد، وأنها تكون أوردينيت، هي الناس يجلسوا فيها ويشوفوا أولويات البحث شنو، بعدين يجمعوا البحوث وينشروا البحوث. معايا أنور؟ دي مهمة المجلس القومي للبحوث أو وزارة البحث العلمي، إذا كانت هي وزارة. لعلي أجبت على سؤالك. نعم. في أي سؤال تاني يا شباب؟ في أي سؤال يا شباب؟ شكرا. تفضل اشيل المايك وعرف نفسك. السلام عليكم. رياض محمد إبراهيم. رياض محمد إبراهيم، أنا حضرت الندوة في نهاية حقيقة، بس في الجزئية بتاعت البروف كان بيتكلم عنها إنه يكون في سنتراليزيشن أو مركزية للبحوث في الدولة، يكون في فريق بتعمل في أي وزارة. التعليق بتاعي بس إنه الحاجة دي محتاجة بنية تحتية رهيبة جدا، لأنه إذا كانت عندك أنت وزارة مركزية للبحث العلمي منوط بها إنها تقوم تعمل ستوك أو إنفنتوري أو مخزون للبيانات اللي انت محتاج لها عشان تتخذ القرار، يبقى لازم يكون في وسيلة بتاع التواصل فعالة مع الوزارات الولائية إذا صح القول. فبالتالي في الحالة دي انت محتاج لبنية تحتية رهيبة عشان تقدر توصل المعلومة في زمنها، لأنه المعلومة إذا ما وصلت في الزمن الصحيح فبالتالي يبقى القرار المبني عليها ما هيكون مضبوط أصلا. فأنا بقول أو مداخلتي إنه إذا كانت في اتجاه لمركزية بتاعت بحوث، أفضل الناس تبدأ من تحت تعمل الانفراستراكشر أو البنية التحتية، بحيث إنه يكون في تواصل بين المركز اللي هو منوط به إنه يجهز البيانات المحتاجة لها الناس عشان القرار، وبين الجهات الفرعية اللي بتستفيد من الأناليسز أو من الداتا أو من البيانات دي عشان تتخذ القرار. هي دي المداخلة بتاعتي بس، شكرا جزيلا. مداخلة رائعة جدا. إخوان، المقصود بمركزية البحوث ليس أن البحوث تجرى في المركز فقط، لا، مقصود الكوردينيشن يحصل في المركز. مهمة المركز الكوردينيشن والترينينج، فهمت علي؟ المركز ده يكون مهمته أنه ينسق ويدرب، هذه واحدة. نمرة 2 أنه يوفر الانفراستراكشر. الانفراستراكشر ده قد يكون في وزارة الزراعة، قد يكون في وزارة الصحة، لكن وهو يكون مسؤول منه، ويكون في pooling of resources، يكون في شنو؟ pooling of resources، ما يكون في duplication.
الانفراستراكشر ده غالي جدا للبحوث يا اخوان. المعامل حقت البحوث دي مكلفه مكلفه مكلفه. فلما تكون في معامل مركزيه يمكن ان يستفيد منها الناس في كل الوزارات، لكن ده ما يمنع انه تكون في معامل فرعيه في الوزارات، تكون في فرق بحثيه في الوزارات. فيبقى اعود واقول انه مركزيه البحوث ليس المقصود منها أن البحوث تجرى في مكان واحد، لا. المركز المسؤول من البحوث في البلد مسؤول من التنسيق، مسؤول من التدريب، مسؤول من وضع الأولويات للبلد، مسؤول من عدم السماح بتكرار الدراسات. كثير من الدراسات في الطب يا أمجد مكررة يا أخي. ليش؟ لين نضيع الفلوس، لين نضيع ريسورسز، لين نازل الناس شيل منهم دم. طيب شالوا دم من عينة كبيرة جدا في مكان ما بعيد منك، ليه تاني أنا أشيل منك دم انت هنا أعرضك لمخاطر وهكذا. فيبقى دي هنا، فالإنفراستراكشر حق البحوث مكلف جدا جدا. ها برضو من مهام هذه الوزارة أنها تعمل نتوركينج، تعمل شنو؟ تشبيك، إنجاز لي أنا استعمل التعبير تشبيك، تشبك الناس ببعضهم. يعني في البلاد المتطورة أنا بنقرأ كده في الكمبيوتر حقي بعرف المعلومة وبعرف جاي من وين، وممكن أتواصل مع سيد المعلومة ده لو كان في أمريكا، لو كان في تايلاندا، لو كان في نيكاراغوا، صح ولا ما صح؟ فيبقى من مهام الوزارة دي المركزية دي أنها تشبك نتوركينج للباحثين في الداخل وفي الخارج. أيضا من مهام هذه الوزارة أن يكون عندها كولابوريشن مع الخارج، هي توفر لك كولابوريشن. أنت عايز تعمل بحوث في الملاريا، في البلهارزيا، بحوث في جودة الحياة، يا ريت البحوث دي أنت تكون في جهات تانية بتساعدك فيها. يعني أنا جلست في أمريكا فترة، الآن أنا بسعى في المكان أنا بشتغل فيه أنه أنا أخلق صلة بين المكان أنا بشتغل فيه والجهة اللي كنت بشتغل فيها في أمريكا. ده بسموه collaborative research. collaborative يعني دي القاعدة حقتها الخواجات بيقولوا win win، مش كده؟ نعم. اللي هي بالعربي شنو؟ مصلحة. أيوة بالعربي أنا بقول كسب واكسب، كسب واكسب. يعني ما تكسب بس، تكسب برضو، كسب واكسب، وين وين، مش كده يا مجد؟ فلعلي أجبت على سؤالك، لكن مداخلتك مضبوطة ومداخلته مضبوطة، لا تناقض أبدا. لازم يكون في يعني معاهد بحثية، في شعب بحثية في كل مكان، لكن يكونوا الناس عارفين أنه إذا احتاج للجهاز الفلاني الجهاز ده والله موجود هناك، ما في داعي نشتريه تاني، نطلب جهاز ده بكذا مليون دولار ويجيبوا لينا واشتغل شغلي ده وينجدع، تاني الناس ينسوه وما في صيانة وما في غيره وما في غيره. انتوا عارفين التكنولوجيا دي ممكن فده مهم جدا. انت قصدي يا دكتور؟ نعم. في سؤال ثاني يا شباب ولا مداخلة؟ تفضل قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. زبير من سوار العباسية، العباسية. وحقيقة يمكن الشعار المهم جدا في هذه الثورة حرية سلام وعدالة، يعني مهمة لكل حاجة. أنا دار أبدأ من تحت، أنا يمكن مجلس بحثي أو غيره، أنا دار أتكلم عن في كم هائل من الجامعات حاليا الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي دي كيفية إنه نحن 30 سنة ممكن نرجع الأخلاقيات اللي نتكلم عنها. حاليا الطلاب بتاعنا الجامعات ما عندهم ضوابط أخلاقية، كوبي بيست بالنسبة للبحث، تغيير للتايتل للنيمز، خلاص سلم البحث استلم. 30 سنة نحن ماشيين
بنفس الوتيرة دي على مستوى كل الدراسات العليا، حتى لو كانت هي الماجستير أو كانت هي الدكتوراه. يمكن الضوابط الأولية اللي تكلمت عنها في المخاطبة بالنسبة لطالب الدكتوراه أو الطريقة اللي بيقدم بيها، الطريقة المواجهة، الطريقة إنه ما يكون متوتر، كل الحاجات دي أنا إحنا أسي حاليا إنه هي مفقودة أصلا، لأنه الطلاب أصلا الطالب بتاع دكتوراه عنده رأي فيه، هو طالب أساسا عمره 12 سنة ويقول لك قبل أن إحنا دايرين نقدر نحول الفهم ده بالنسبة للطلاب، لأنه الطالب بتاع الريسيرش ما طالب بتاع ماجستير ولا طالب بتاع دكتوراه، هو طالب بتاع بكالوريوس، إنه يقدم بحث، البحث ده يكون في كل الضوابط الممكن تفيد أو نقدر نقدم بيها عمل جديد بالنسبة للوطن. فأنا أفتكر إنه دموع ضلة كبيرة جدا، فنتمنى من الظروف إنه يدينا لمحات كيفية نقدر نغير الطالب ده، ما نبدأ ماجستير ودكتوراه. يلا شكرا. أولا أحيي ثوار العباسية، حيوا معي ثوار العباسية. أنا أم درماني، أم درماني المنشأ، أم درماني الهوى، وأم درمان هي أم درمان هي بوتقة انصهار السودان يا أخواننا، ليس تعصبا لمدينة أم درمان، ولكنها هي بوتقة الانصهار التي انصهرت فيها جميع قبائل السودان يا أخواننا كلها من الشرق ومن الغرب. العباسية دي كمان حي وناس عباسية زيدان، العباسية باديه، العباسية عبد الدافع عثمان، العباسية الشعراء مبارك المغربي، العباسية حي ما هين أبدا، عباسية فيها آل المهدي برضو مش كده، آل الإمام المهدي، العباسية عشر فلاتية، تجاني حاج موسى، العباسية ما هين أبدا. أيوة قال لك عشر فلاتية دي يا أخواننا هينة يا أخواننا، والله ما هينا، الله يرحمها الله يرحمها. فنحن نحيي ثوار العباسية. الكلام اللي قاله ثائر العباسية هذا كلام في غاية الجمال يا اخواننا. لو انتم بتقروا الجرائد، واحد كويتي قبيح، والله ما هو قبيح، قبيحين نحن، بيتكلم عن مهزلة الشهادات اللي بتجي من السودان، اردني مش كويتي. قريتوا يا اخواننا الكلام ده؟ قال الداير له دكتوراه ولا داير له ماجستير، بس يمشي السودان غلبته في اي حته، يمشي السودان يجينا بعد 6 شهور شايل الشهاده. وانتم براكم عارفين سياسيين ونسوان سياسيين، الواحد ثانوي ما كملته عندها ماجستير وعمل، وفي جامعات نعم بقروش بقروش يشتريها بقروش من دون بقروش، وبالسياسه باسترضاء اخواننا الشهادات تمنح كده هكذا. وين بتاع العباسية ده؟ ما شايفه أنا، خليني أشوفك، تعال بجاي أي كونتاكت، أنا عايز معاك. شفت كيف الشهادات يا أخواننا في البلد دي في جامعات اشتهرت بأنها بتدي كده، وبعدين بقت وسيلة لل أيوة عايزين 200 يسجلوا للماستر، 500 لا 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 يا اخواننا. الدكتوراه والماجستير حتى البكالوريوس، الاشياء دي فيها البحث العلمي ما هو لعب، البحث العلمي له اصول وله طرق وله اساليب، ولا بد يعني. انا اليوم الصباح كنت في لجنه اخلاقيات البحوث، عرضوا علينا فيها 4 ابحاث عشان ندي الاوكي، وكان فيها واحد مقدم لي درجه دكتوراه، وعرض لنا المقترح البحث حقه. فقلت له يا ولدي الدكتوراه دي في العالم كله دي شهاده ما هينا، دي قمه الشهاده الاكاديميه صح؟ انت ما ممكن تجيب لي عينه فيها عدد محدود وقليل. وما يعني المهم الكلام اللي قاله اخونا ده كلام في غايه الاهميه، انه نحن جامعاتنا عشان تكون محترمه لابد تشدد في أخلاقيات البحوث وفي طرق البحوث، فضروري جدا جدا. والبكالوريوس نحن
عندنا شباب هتاف موحد الان الساعه 11 الا دقيقتين ولا حاجه زي دي. عندنا هتاف موحد موجه نحو القياده. نعمل بروفه سريعه ومن الساعه 11 ل 11 و10 10 دقائق هنعمل هتاف موجه للقياده العامه. الهتاف كالتالي: نشيد العلم، نحن جند الله، بعدين حريه سلام وعداله مدنيه قرار الشعب. كده نجري مع بعض: حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب، حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب، حريه سلام وعداله مدنيه خيار الشعب. ده الشعاء، ده الهتاف ونشيد العلم. الان الساعه 11 تقريبا، 11 مش كده؟ ارجوكم لو جيتوا جاي بس هنا ده المايك في وسطكم، قربوا قربوا كلنا حنبدا بنشيد العلم. ده هتاف موحد يا اخواننا، موجه القياده العامه لقوات الشعب المسلحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جند الله جند الوطن، عند اعدائك الفداء لم نخن، نتحدى الموت عند المحن، نشتهي المجد باغلى ثمن، هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم، يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي ارضكم، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، 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 حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. على السودان تاني: نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نخن، حتى الموت عند المحن، نشتهي المجد بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علما بين الأمم، يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، 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 حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب. شكرا جزيلا. يا شباب، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة. لا يفت من عزمكم اللغوص الكثير الحاصلة والكلام الكثير بدور. أنا كتبت مقال مع بداية من 6 أبريل: لماذا حكومة مدنية كاملة الصلاحيات، ولماذا فورا؟ لماذا حكومة مدنية كاملة الصلاحيات ولماذا فورا؟ فورا دي الإجابة على فورا دي لأنه كل يوم تأخير من تكوين حكومة مدنية فرصة للناس اللي بيشتغلوا تحت الطاولة، والناس اللي بيشتغلوا تحت الطاولة ديل داخل البلد ومن خارج البلد، صح يا اخواننا؟ نحن بندي فرص وبنطمع الناس فينا. السودان ده بلد مهم جدا، السودان كبير، السودان مليان موارد، السودان مليان عقول. الدول حولنا كلها يا اخواننا ما حتكون مرتاحة انه المارد ده ينطلق. السودان ده كان اسد مكسر مردخ، ها الان صح الاسد ده، ها ما حيسمحوا ابدا. واذا قامت ديمقراطيه حقيقيه في البلد دي ما حيرضوا بها حولنا ديل يا اخواننا. فانتوا على الاقل على مستوى الثوار انتوا اصروا على موضوع المدنيه دي، واصروا ويا ريت يكون في ضغط على الناس اللي بيتفاوضوا والسياسيين وغيرهم انهم يلتزموا شعارات وهتافات الثوره، وانه يتقوا الله في الشهداء، يتقوا الله في الثوار في الجرحى. هذا شيء مهم جدا يا اخواننا. بعدين هذا الاعتصام
شيء مدهش والله. ما أظنه حصل مش في تاريخ السودان ده، ما أظنه حصل في تاريخ العالم كله حاجة زي كده. ما حصلت والله، ما حصلت. وزي ما قلت لكم الآن الثورة السودانية في أمريكا الجنوبية وصلت، أمريكا الجنوبية وكثير منكم أيقونات الثورة. ودلوقتي السفرة والأجانب بيجوا بيفطروا هنا رمضان، صح ولا ما صح؟ جابوا إعجاب. أنا شفت شريط بتاع السفير الإيطالي بيهتف مع الناس. يعني السفرة ديل يعني الدبلوماسية بتفترض عليهم أنهم ما ينفع له، صح؟ ما لأنه دي شعارات سياسية، لكن من شدة ما تأثروا بالثورة دي وعظمتها بيجوا يهتفوا مع الناس يا إخواننا. معناه شنو؟ معناه هم مؤيدين، معناه. ودي رسالة، رسالة للمجلس العسكري ورسالة للي بتفاوض ورسالة للعالم أنه الثورة دي ملهمة، وأن السودانيين يعني معلمين للشعوب وملهمين للشعوب، صح يا إخواننا؟ ربنا يقويكم ويستر عليكم ويستر على البلد. ونحن مطمئنين ومتفائلين ومطمئنين، طالما أنتوا وطالما دي شعاراتكم ودي هدافاتكم وده إصراركم، إن شاء الله البلد دي ربنا ما تضيعها. بعدين يا إخواننا شوفوا، ما تيأسوا أبدا، أي شيء في الدنيا دي بيحصل بنظر وعلم الله ولا ما بعلم الله؟ في حد أقوى من الله؟ ما في لا دولة لا غيره لا شخص لا غيره. الناس اللي قعدوا 30 سنة وكانوا أقوى من الله، كانوا بتصوروا أنه يمرقوا بالطريقة دي؟ وينزع الملك من النزع، وينزع النزع نزع. أخونا ده اللي وين أنا ما بعرفه ما شفته، كان قاعد كده خلاص فرعون أنا ربكم الأعلى، وخلاص خلاص خلاص هو تاني ما في أنا لا قبلي ولا بعدي، صح؟ الزول ده وصل المرحلة دي خلاص، أنه يعني في لحظة ولا نفع أمنه ولا نفعت استخباراته، وظنوا أنهم منعتهم حصولهم من الله. لما الله يقول لا تكوني بتكون. بارك الله فيكم، أسعد الله ليلتكم، وأترككم في حفظ الله ورعايته، وإن شاء الله أدعو لنا وأدعو للثورة يا أخواننا، أدعو للثورة ربنا ينجح في صلواتكم وفي سجودكم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.